ضمن التصريحات الخاصة بوزارة التعليم العالي مباشرة. نذهب إليكم في هذه اللحظات إلى الدكتور رائد بركات مدير عام التعليم الجامع في وزارة التعليم العالي. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور. يسعد صباحكم، يسعد صباح جميع الأخوات والأخوة المستمعين. أهلا وسهلا ويسعد صباحك بكل الخير والصحة والعافية دائما أبدا. يعني العودة لكنها بحذر دكتور رائد إلى الجامعات ليكون الدوام وجاهيا، أليس كذلك؟ هذا كلام صحيح. يعني إحنا بداية نتمنى السلامة لجميع أبناء شعبنا، نقدر عاليا كل الجهود المباركة اللي قام بها جميع المعنيين خلال فترة الجائحة اللي استمرت لأكثر من عام ونصف. مؤسسات التعليم العالي، الحكومة، المؤسسات الشريكة، مؤسسات المجتمع المدني، القطاع الإعلام، يعني نقدم لهم كل التحية على هذا الجهد المبارك المتكاثف اللي استطعنا من خلاله أنه على الأقل نعدي بطلابنا مرحلة الخطر ونوصل فيهم إلى بر الأمان إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله، وهذا ما نأمله. نعم. الآن يا ستي، بعد وصول نسبة التطعيم في مؤسسات التعليم العالي إلى أكثر من 75% بين الكادر التعليمي في المؤسسة وبين الطلبة، اتخذت وزارة التعليم العالي قرار العودة وجاهيا إلى التعليم، ولكن زي ما تفضلت في مقدمة الحلقة بحذر شديد. نعم. تحت توصيات اللجنة الوبائية ووزارة الصحة، تحت مراقبة الوزارة، وأكيد هناك مسؤولية عالية، وهذا الحكي لا نشكك فيه نهائيا. نعم. من مؤسساتنا، مؤسسات التعليم العالي، وحرصها على أبنائنا. إنه بإذن الله رب العالمين نستطيع أن نعبر هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا النفق بأمان، لأنه وبما أنه وصلت نسبة التطعيم إلى 75%، فتقريبا هناك نصائح طبية أنه يمكن العودة للتعليم الوجاهي مع بعض الإجراءات الوقائية مثل التباعد، المحافظة على الكمامة، تقليل عدد الطلبة في المحاضرات إلى آخره. يعني هذه كل الأمور، ولكن بالمحصلة سنعود وجاهيا. نعم. لكافة التخصصات دكتور ستكون وجاهية. لكافة التخصصات. نعم. لكن نحن وإياكم يعني نحيي طلبتنا الأحبة ونقول لهم أن الفرحة في عيونكم وعيوننا. ونحن نرى مؤسسات التعليم العالي ونرى البلد تعج بالحياة والطلبة متوجهين إلى الجامعات، والجامعات فتحت أبوابها. هذا بعد سنة ونصف. صحيح. من حالة مؤلمة، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت صحة شعبنا وصحة أبنائنا كانت هي الخيار الأول. أما الآن فأتوقع أنه إن شاء الله رب العالمين نستطيع بوعيهم، بحرص مؤسسات التعليم العالي، بالوعي العام، أنه نعبر ونبقى وجاهيا وننهي وجاهيا إن شاء الله. وهذا ما نأمل بصراحة، أن تسير الأمور أيضا على ما يرام، وأن يتم الالتزام. إحنا بنقول حتى الآن نوجه الدعوات لطلابنا وطالباتنا على ضرورة تلقي الطعومات، وأن يكونوا حاضرين بشكل كبير جدا حتى يتسنى لهم العودة إلى صفوف الدراسة في حرم الجامعات الفلسطينية، لأنه طال الغياب عن هذه المقاعد وعن هذه الأماكن، والبعض يشتاق لها. لذلك إذا أردتم أن تستمروا والديمومة بشكل وجاهي ومباشر، ضروري اتباع البروتوكول والإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس الكورونا. نتمنى السلامة، كل سلامة لكم دكتور رائد، وأيضا لكل الطواقم التعليمية والأكاديمية في مختلف الجامعات الفلسطينية. ومرة أخرى نشكرك على هذه المداخلة التي تتعلق بالتأكيد على إن شاء الله عودة التعليم وجاهيا بالكامل في الجامعات خلال الفصل القادم. شكرا جزيل الشكر للدكتور رائد بركات مدير عام التعليم الجامع في وزارة التعليم العالي. شكرا لك، ونواصل مع حضراتكم. لا تنسوا الإجابة على السؤال التفاعلي الذي